سجل برمجان القرآن الكريم الهاكاثون الأول من نوعه في خدمة القرآن الكريم وفي مسابقة التطبيقات البرمجيات أكثر من 2500 مشارك من الجنسين من 55 دولة و65 بالمملكة طبعا، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تقديم حلول برمجية وتقنية تخدم القرآن الكريم. يذكر بأن الراحل الشيخ عبدالله بن إبراهيم السبيعي أحد الشركاء الاستراتيجيين في دعم برمجان القرآن الكريم، حيث تعد مؤسسته الخيرية أبرز مؤسسات القطاع الثالث في المملكة، ولها جهود اجتماعية وتنموية مشهودة، لهم منا كل الشكر والتقدير. ومن جدة ينضم لي هاتفيا المشرف على برنامج برمجان القرآن الكريم وعميد شؤون الطلاب بجامعة المؤسس الدكتور مسعود القحطاني. دكتور مسعود مساء الخير، سعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. وأنا كذلك أسعد الله مساكم بكل خير ومساء جميع المشاهدين والمستمعين. الله يحييك يا دكتور. كيف كانت مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في برنامج برمجان القرآن الكريم، وما هو دور الجامعة في البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على التغطية لهذا البرنامج الذي يخدم القرآن الكريم. الحقيقة هاكاثون القرآن الكريم أو برمجان القرآن الكريم سعت الجامعة على أن تخدم به فئة غالية أو كل المهتمين بقراءة القرآن وتعلمه ونشره. والحقيقة عندما تتكلم عن القرآن الكريم فأنت تتكلم على أن هناك أكثر من مليار مسلم يقرأ القرآن، والمفترض أن هذا القرآن يتصدر لأكثر من 7 مليارات نسمة في العالم، يجب أن تنشر لهم روح الإسلام. وبما أن بهذا الحجم فنحن بحاجة إلى مجموعة من البرمجيات والتطبيقات التي تخدم كل هذه الشرائح. معنى أنك تتكلم على شيء عالمي وتتكلم على شيء وطني أو محلي، وبالتالي فالاهتمام بالرفع من كفاءة البرامج التي تخدم تعليم القرآن الكريم أو تعليم نشر بين الناس، تعليم حتى باللغات المختلفة، هذا مطلب كبير. من هنا جاءت أيضا برعاية كريمة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين إلى سمو الأمير خادم الفيصل رعاية لهذا الهاكاثون، كان دعما آخر لهذا البرنامج. نعم دكتور مسعود، دور الجامعة في المبادرة هذه؟ الحقيقة الجامعة دورها أنها تشرف على تنظيم هذه المسابقة بالشراكة مع العديد من القطاعات الأخرى الداعمة والمنظمة، وعلى رأس الجهات المشاركة مصبعي الخيرية المانحة، وكما ذكرتم نحن ننقل تعازينا ل جميع أسرة آل السبيعي ومؤسسة السبيعي الخيرية ولكل المهتمين بالعمل الخيري المانح، ننقل لهم التعازي. في كانوا أكثر داعمين لهذه المسابقة؟ لا شك أسرة المؤسسة السبيعي الخيرية هي من أكثر الجهات المانحة الداعمة لهذا البرنامج ولغيره من البرامج الخيرية. أيضا هناك شركاء آخرون، وقف نور الملاحي، وقف هيئة الاتصالات السعودية، قطاعات أخرى كثيرة هي مشاركة معنا في تنظيم مثل هذا البرنامج. دور الجامعة والإشراف العام والتنظيم له. يعني هذا شمل 55 دولة تقريبا 2500 مشارك من 55 دولة، 70 جامعة عالمية وسعودية، 150 جهة حكومية وقطاع خاص. أنتم كجهة إشرافية كيف ممكن الإشراف على مثل هذه الجهات الكبيرة والكثيرة حقيقة؟ نعم، هؤلاء جميعا شركاء ويعني البرامج التي تخدم القرآن الكريم الجميع يتعاطف معها ويتحمس للعمل فيها لأنها تخدم قضيتهم الجميع. يعني كما ذكرت الأرقام التي ذكرتها، يعني قبل يومين انتهى التسجيل والمشاركة ونحن الآن في مرحلة التحكيم. سجل أكثر من 2500 برنامج أو مشارك. نعم.
ببرنامج بعض البرامج فيها شخصين بعضهم ثلاثة بعضهم أربعة فرق تتعاون فيه في تقديم هذا البرنامج. نعم. الجهات المشاركة طبعا يعني يمكن زي ما ذكرت أنت الدول المشاركة عدد المسجلين من الدول المشاركة تتجاوز 52 دولة اللي شاركوا حتى الآن. نعم. في هذا البرنامج يعني في الخبر موجود 55 دولة. نعم هو أكثر من 50 نعم حدود 55 نعم المشاركين. نعم. هؤلاء كلهم مشاركون في المنصة يدخلون على المنصة ويشاركون ببرامجهم. واضح دكتور، شكرا جزيلا لك. الدكتور مسعود القحطاني المشرف على برنامج برمجان القرآن الكريم وعميد شؤون الطلاب بجامعة ماس، شكرا جزيلا لك.